إذن وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد حمد فيصل الملا، مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل. أهلا بك. طبعا في البداية، كما ذكر التقرير بأن هيئة تنظيم سوق العمل تستمر في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة طبعا بمختلف المحافظات، إلى أي مدى يعني أسهمت هذه الحملات في حفظ استقرار سوق العمل؟ طبعا حرصت الهيئة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الأشهر الماضية، وما زالت مستمرة بالتعاون مع باقي الشركاء في الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وذلك بهدف الحفاظ على سوق عمل منظم ومستقر، حيث ساهمت هذه الحملات بشكل كبير في إرساء القواعد الرئيسية في سوق العمل والتصدي لأي ممارسات غير قانونية. طبعا يمكن تلمس النتائج بصورة واضحة من خلال التجاوب الكبير اللي شفناه من قبل العمالة غير النظامية، وذلك عن طريق المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم القانونية، أما عن طريق طبعا الالتحاق بصاحب عمل جديد أو التسجيل ضمن نظام تسجيل العمالة أو مغادرة البلاد، بالإضافة إلى ما لمسناه من زيادة في نسبة الوعي والمعرفة أثناء الزيارات التفتيشية من قبل أصحاب العمل والعمال على حد سواء، طبعا تجنبا الوقوع ضمن المساعدة القانونية. نعم، إذا سيد حمد، الهيئة حددت 4 مارس موعدا لانتهاء فترة تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، إلى أي مدى لمستم يعني تجاوب من قبل العمالة بالمبادرة إلى تصحيح أوضاعهم؟ بالفعل أختي، بالفعل الهيئة تعمل بصورة موازية بين تكثيف الحملات التفتيشية من جانب وفتح باب تصحيح الأوضاع القانونية من جانب آخر. وذلك بهدف الحفاظ على سوق العمل، حيث قامت الهيئة بالتعاون والتنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة، ذلك لحثهم وحث مواطنيهم للالتزام بالأنظمة والقوانين، والحمد لله هناك استجابة كبيرة من قبل العمالة بمختلف الجنسيات إلى المبادرة لتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء الفترة المقررة. إذا سؤالي الأخير، في حال يعني ضبط عمالة مخالفة، ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها؟ تقوم الهيئة في حال ضبط عمالة مخالفة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قرار رقم 74 لسنة 2007 بشأن التفتيش، حيث يتم تحرير محضر الضبط وسماع أقوال المخالفين لإثبات الوقائع المخالفة لقانون هيئة سوق العمل، ومن ثم إحالة المحضر للنيابة العامة. والجدير بالذكر أن العقوبة تختلف طبعا باختلاف نوع المخالفة، حيث تتراوح بين فرض غرامات مالية على أصحاب العمل والعامل وصولا إلى الترحيل النهائي عن البلاد بالنسبة للعمالة غير النظامية في المملكة. نعم، إذا السيد حمد فيصل الملا، مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك.